تتكشف تدريجيا خبايا العملية الإسرائيلية لاغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، خاصة من حيث التخطيط لها والقنابل المستخدمة فيها. وتعد القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في العملية يوم الجمعة الماضي من أكثر الذخائر فتكا وتدميرا، وهي من نوع بانكر باستر القادرة على اختراق الأرض وتدمير التحصينات والهياكل المصفحة. بهدف اغتيال حسن نصر الله، استخدمت الطائرات الإسرائيلية 85 قنبلة من طراز بانكر باستر أو ما تسمى بالقنابل الخارقة للتحصينات لاستهداف 6 مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وتسبب الهجوم في تدمير كامل لمجمعات سكنية. فما هي قنابل بانكر باستر؟ قنابل بانكر باستر هي قنابل يمكنها اختراق الأرض قبل الانفجار، وتستخدم لتدمير الهياكل الخرسانية المسلحة والمنشآت تحت الأرض. تزن كل قنبلة بين 900 و1800 كيلوغرام، وهي قادرة على اختراق عمق يصل بين 30 إلى 80 مترا في الأرض عند الانفجار، وتولد موجات صدمة قوية يمكن أن تدمر الهياكل المحصنة بشدة. القنابل التي استخدمت لاغتيال حسن نصر الله هي أمريكية الصنع، وصممت خصيصاً لاستهداف مواقع معينة كالمخابئ العسكرية والمنشآت تحت الأرض التي لا يمكن للقنابل التقليدية اختراقها. الغلاف أو المخترق مصنوع من فولاذ قوي يتحمل الصدمات عند الاصطدام بالأرض قبل الانفجار. والقنبلة مزودة بأنظمة توجيه متطورة كالليزر أو الجي بي اس لضمان دقة الإصابة. الفتيل في الجزء الخلفي يتحكم في توقيت الانفجار بحسب عمق الاختراق. أنواع قنابل بانكر باستر: تتوفر قنابل بانكر باستر بأنواع مختلفة. قنبلة GBU-28 تم تطويرها في حرب الخليج الثانية بهدف اختراق المخابئ والملاجئ، بينما قنبلة GBU-39 صغيرة القطر هي نسخة أخف بحمولة أصغر لكنها لا تزال قوية. أما GBU-57 فهي الأقوى، قادرة على اختراق أعماق المنشآت تحت الأرض، كيف أصبحت سلاحاً فتاكاً مع الوقت. لزيادة قوة القنابل تم إضافة أوزان عليها، كلما زاد وزن القنبلة زادت قدرتها على الاختراق. يمكن أيضاً تعزيز القوة بزيادة سرعة القنبلة، فبدلاً من السقوط الحر تزود بمحرك صاروخي لتحقيق اختراق أكبر. يمكن لقنابل بانكر باستر أن تتسبب في دمار هائل وتحول المباني إلى أنقاض. يؤخذ عليها أن قوتها التدميرية تفاقم معاناة المدنيين وتدمر البنية التحتية بالكامل. ومعنا من بيروت العميد المتقاعد والخبير العسكري السيد خالد حمادة، أهلا بك. إذن عسكريا، ما الذي يميز هذا النوع من القنابل؟ مساء الخير. هذا النوع من القنابل يعني هو نظام BLU، الطراز الذي استعمل هو BLU-109S. هذا النوع من القنابل مخصص لتدمير التحصينات العالية يعني الخرسانات المسلحة القوية والتي تتمتع يعني بتحصينات محصنة بطريقة يعني كبيرة جدا. هذا النوع من القنابل عادة هو قنابل ذكية تطلق من الطائرات، وهي مزودة بمنظومة توجيه تسمح يعني بتوجيه هذه القنابل لتحقيق إصابات دقيقة. طبعا يجب أن تكون دقيقة للتمكن من يعني عدم الوقوع في أخطاء، لأن لهذه القنابل قدرات تدميرية هائلة. يعني كل واحدة من هذه القنابل قادرة على تدمير دائرة بشعاع 35 متر من طبعا الخرسانات المسلحة حول النقطة المأسر يعني حيث تسقط هذه القنبلة أو الهدف.
طبعا استعمل على المكان الذي كان يجتمع فيه أمين عام حزب الله 15 قنبلة ألقيت من المقاتلات الإسرائيلية. يعتقد أنه دائرة التدمير يعني أو دائرة ما يسمى بالدائرة الخطرة أو دائرة التفتيت نتيجة العصف الذي يحصل من هذه القذائف تقريبا دائرة بقطر أو بشعاع 365 مترا، يعني بما يعادل ربما عشرات ملاعب كرة القدم. طيب ألم وبالتالي ف نعم 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 تفضل. يعني هذه القذائف تحول المباني إلى غبار، إلى فتات. ليس هناك يعني لا يبقى هناك كتل إسمنتية، بل كل هذه الكتل تتحول إلى أتربة، وهذا طبعا ما يساعد في إغلاق كل طيب ما ألم في يكن ألم الأكسجين يكن التي عادت. طيب أعذرني، ألم يكن أمام إسرائيل خيار آخر للاغتيال بدون تعريض المدنيين للخطر، أم أن وجوده في الطابق الثالث ربما تحت الأرض حتم استخدام هذا النوع من القنابل؟ يعني هناك قنابل طبعا ربما أقل خطرا، ولكن قدرتها على الاختراق هي أقل من ذلك بكثير. فربما إذا لجأت إسرائيل إلى استخدام طراز آخر من القذائف قد يؤدي ذلك إلى تدمير المبنى، ولكنه قد لا يلحق يعني أثر بالهدف المقصود، والذي عادة ما يكون. يعني ربما هذه القذائف قد تستخدم كذلك يعني لمهاجمة المفاعلات النووية التي عادة ما تكون تحت الأرض كذلك بعشرات الأمتار من الخرسانات المسلحة. نحن طبعا هنا لسنا بصدد تزيين يعني هذه الطريقة بالمهاجمة، طبعا ولكن طبعا يعني يترتب مخاطر عديدة على استخدام هذه المقذوفات الخطرة. طب استراتيجيا نعم. ما دلالات استخدام هذا النوع من الذخائر؟ يعني أولا هذا النوع من الذخائر لا يعطى، هذا الذخائر تنتج أمريكيا، وهذه لا أعتقد أنها أعطيت لغير إسرائيل. إسرائيل استخدمت نموذج أقل تدميرا منها، يعني هذه زينتها تقريبا 1000 كيلوغرام، استخدم نموذج ربما 500 كيلوغرام في غزة. عادة هذه القذائف عندما تعطيها الولايات المتحدة لأي دولة وهي أعطتها لإسرائيل، فإن استخدامها يبقى مشروطا بموافقة الولايات المتحدة. ولذلك يعني عندما نفتش عن دلالة استخدام هذه القذيفة لاغتيال أمين عام حزب الله، فإنه يعني ساعتئذ يمكن القول أنه الاستهداف كان أمريكيا وإسرائيليا في الوقت عينه. طيب يعني أمريكا يجب أن تأذن وربما لإسرائيل. رسالة أو نعم ربما رسالة لإيران أيضا. ربما لا نقول لا، ولكن أقول أنه استخدام هذه القذائف يعني كما قلنا يجب أن يحظى بإذن مسبق من الإدارة الأمريكية المختصة بوزارة الدفاع الأمريكية، وربما من الرئيس الأمريكي كذلك. وكما قلت يعني أعتقد أنه هذه يعني إشارة أرسلت إلى طهران أنه قد يكون المفاعل النووي هو يعني أحد الأهداف، وربما ذلك يأخذنا إلى الكلمة التي ألقاها نتنياهو في نيويورك عندما قال أنه ليس هناك أي مكان في إيران إلا ونستطيع مهاجمته. وربما هذا ما يقف وراء طبعا التراجع الإيراني في عدم مهاجمة إسرائيل أو في عدم الثأر نعم إسماعيل هنية، أو نعم ربما أمام كل هذا يعني المسار التراجعي لطهران أمام إسرائيل. نعم العميد المتقاعد والخبير العسكري السيد خالد حمادة، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.